هل على حديقة الريان فيه مصلى هناك ناس تصلي المغرب وتقبل الله ركع المباشرة على في اليوتيوب. هات المهم هذه حديقة مفتوحة للجميع الحين المغرب الناس صلات المغرب جماعة المهم صلى صغير وفيها المساحة تاعها ولا المسافة تاع اللفة تقريبا 1200 متر يعني كيلو 200 ببري 1200 متر عشب كلها عشب وحولها أشجار جات في وسط الدوحة يعني تقريبا في الميليو تاع الدوحة وهذه هذا اللي خصنا احنا في الجزائر حدائق مثل هذه وبعد ما تكون عندنا حدائق مثل هذه تجي الصحافة تاع زوج دورو يهضروا على الميداليات في الأولمبياد فوالا هذه وهنا 1200 متر أو فيها تور كومبلي بالطارتون بالطارتون هاكم شوفوا فيه هذا كامل طارتون وكاين اللي حاب يجري في الغازون يجري في الغازون واللي حاب بالفيلو ولا يجري في ولا يمشي في الدور ها المسار تاع الدور المسار تاع الدور والمسار عندك اسمه الجارديناج ثاني ما شاء الله لي فلور ان بي بارتو لي زارب فوالا هذه هي سي اوفر ا تو الموند برك كي تجي داخل من البوابه كاين بوابه هنا كاين انا جون سيكوريتي تما يفيريفي برك لابليكاسيون تاع الكورونا تاع احتراس هذه هي فوالا ايه هاي هنا الحديقه تاع الريان اوتوماتيك لاروزاج شوز كي با واقيلا في ستاد تاع بليدا وملاعب تاعنا ها اوتوماتيك خدام واحد ها هو راح ها ان سول ترافاير هندي ها هو راح دوك نسلموا عليه وحده حاكم تو لو بارك هذا وهو مسقد لا فيردور لو غازون السلام عليكم كيف الحوال طيبين ها هذاك السيد وحده خشتوه وحده هاهم داير شوفوا لونتروتيان روغاردي لا فيردور روغاردي لا روزاج ها شوفوا كل شيء ها الحديقه تاع الريان هذه نوعيه العشب ممتاز خضر ما شاء الله ودرجه الحراره من شهر 4 افريل ابريل وهي في حدود 50 درجه 50 وليميديتي ليميديتي توصل كما حبيب ما عندي واش نقول لكم ما عندي تعدي 80 90 وها ما هو محروق ما والو غازون ها ما شاء الله ها ريغاردي هنا بون بوبليك ايه وعندك تو تو تور يعني حول الحديقه هذه كاين الكرياج باش الولاد الصغار مثلا ما يدخلوا هنا ما عندهمش منين يخرجوا كاين باركينغ تاع سيارات برا مطاعم هناك على جنب والابواب عندها بابين مدخل رئيسي ومدخل ثاني ها اي في وكل مدخل فيه سيكوريتي ما يمنعكش من الدخول يشيك فقط يشيك هذاك الباس سانيتير تاعك الاحتراز يسموه هنا في قطر ها اوكي ومفتوح ما كانش بواب حساس يقول لك وراك رايح مع من جيت ها شكون اللي بعثك مع من تمشيش في الكازون ها وسي طارطون ها طارطون هذا طارطون كيما تاع لي تيران داتليتيزم هذا كيما في ستاد اناكس اللي يدربوا فيه الاتليتيزم الجيريان ثلاث سنين باش بدلوه ثلاث سنين وجد ثلاث شهور قبل الالعاب الاولمبيه وعلم ما راحوا الشباب لاعبين الالعاب الاولمبيه وما جابوش ميداليه طاحت عليهم صحافه تاع زوج دورو صحافه زوج دورو اللي تفهم اللي ما يشوفوش حتى بطوله الجزائر هناك في ملعب لاناكس والله ما يروحوا له يهضروا غير على الاولمبياد ويعطيكم الصحه هاي وقت صلاة الناس تصلي هناك وهي تقام صلاة الحين في المساجد اللي على جنب هذا واللي يدربوها ما يصلوا هنا جماعة الأنوار شغالة في الليل ما يقفش حتى لا يبدو 12 في الليل